القربى حقا هو المسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يوردون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربي من ربا ليرغوا في أموال الناس فلا يرغوا عند الله عند الله وما الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم تحيون هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظاهر فاسدوا في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم.